شوفي الفيديو للآخر، لو عجبك ما تنسيش تحطي لي لايك واضغطي على السبسكرايب عشان تبقي ضمن عائلة يوميات اي اند ام مغتربة، واي فيديو جديد بنزله يوصلك. طبعا فعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا 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 من اخر فيديو نزل لكم على القناة. طبعا النهاردة هعمل معاكم سموزي البرتقال البودر ده، هو في الغالب بيسموه تانك، مش عارفة في البلدان التانية بيسموه ايه، بس هنا عندنا في السعودية بيسموه تانك، هو بودر. في اسماء تانية له في بلدان تانية. فانا ببدأ احط كاسة، وبحط برضو كاسة من المية عليها زي ما انتوا شايفين كده، ما بكترش عن كاسة الصراحة، لان بضيف بعد كده تلج. بعد كده ممكن تضيفي سكر لو انت عايزة، بس انا ما بضيفش سكر لان البودر التانك ده بيبقى فيه كمية سكر حلوة. يعني ببدأ بقى اشغل الخلاط الاول عليه، وببدأ اخلطه الاول لحد ما يبدأ يدوب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده مع المية. بعد كده هبدأ افتح وببدأ انزل التلج بالراحة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اضربه ضرب متقطع في الخلاط اللي هو واحدة واحدة. واي تلجاية، طبعا التلج لما بتطلعيه بيمسك في بعضه، واي تلجاية بتلاقيها مجمدة مع بعض بتفكيهم. ببدأ اسكر، وزي ما انتوا شايفين حركة الخلاط دي بقفل وبفتح بقفل وبفتح لمدة يعني ثواني كده، ثواني ان هو يكسر لي التلج يخليه لي مجروش. انا كان ممكن ازود التلج بس استكفيت بالكمية اللي في التلج دي عشان يعني ما يبقاش ساقع قوي، عشان انتوا عارفين الجو حر جدا، ف والولاد بيبقوا راجعين من المدارس فما يعمل لهمش التهاب في اللوز بتاعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. الوصفة سهلة جدا. بودرة اي بودرة عايزاها بالبرتقال، عايزاها بالمانجا، عايزاها بالفراولة، الطعم او الفليفر اللي بتحبيه. بتحطي عليها الكاسة كاسة مية، وبتحطي عليها كمية من التلج بس كده، وبقدمها. يا رب الوصفة تكون سهلة ولطيفة وخفيفة عليكم، والوصفة حلوة جدا لو عندك ضيوف او هيجيلك حد. شايفين اهي، شايفين مجمد ازاي وحلو. بس كده انا اشتهيته تاني وانا بسجل لكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني ومن قناتي. بقول لكم باي باي. شكرا ليكي لوضعك اللايك، وشكرا كمان عشان ضغطت السبسكرايب وبقيتي ضمن عائلتي. شكرا ليكي، تسلم ايدك. باي باي.